السؤال الأول يقول: ما هو حكم الكلام في حاكم غير حاكم بلدي؟ وهناك من يستدل بقول الإمام أحمد: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قالوا إن أحمد يقصد الكلام في الحاكم وهو المأمون، نرجو التوضيح. أولا يا أخواننا، ثبت بالسنة الصحيحة التي لا مطعن فيها أبدا، كما في حديث الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة والحاكم وغيره وصحح الألباني رحمة الله تعالى عليهم جميعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يكلمه علانية. ما يكلم علانية. أولا، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر يطاع، لقول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أيضا قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا ما عندك خيار في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا فيه مصلحة يا أخواننا، الحاكم يكلم سرا ما يكلم علانية، هذا فيه مصلحة، والمصلحة هي أن الحاكم مصدر للسلطة ومصدر للهيبة، وفي التكلم عن الحاكم في العامة وإثارة الناس على الحاكم هذا فيه كسر لهيبة السلطان، هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، كون الحاكم ينصح سرا لا علانية هذا أقرب إلى قبول النصيحة. إذا كان الإنسان العادي ما بيقبل تنصحه في العنن، ما بيقبل، ده الإنسان العادي، فكيف بالحاكم وهو صاحب الهيبة وصاحب السيادة في البلد؟ ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الأمر ده. أما كون البعض يتفلسف، بعض الشباب عندهم فلسفة، يقول لك يا أخي الحاكم المأمور بالسكوت عنه وما يتكلم عنه في العلن هذا حاكم البلد، أما حاكم البلد الآخر فيقول لك نتكلم عنه. الكلام ده باطل من أوجه كثيرة جدا. أولا، الوجه الأول، الحديث لم يفرق بين حاكم بلدك وحاكم البلد الآخر، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، العلة في عدم الكلام عن الحاكم من العلل إنه الكلام عن الحاكم يثير الناس عليه ويذهب بهيبة السلطان، وهذه العلة متوفرة. الليلة لو أنت تكلمت في حاكم السعودية أو سعودي تكلم في حاكم السودان، أنت تكلمت في حاكم مصر أو مصري تكلم في حاكم السودان، نفس العلة موجودة، بدليل إنه الفتنة اللي قامت قبل فترة وأفسدت كثير من البلاد العربية اللي أشعلتها قناة الجزيرة. قناة الجزيرة هي ولعت الفتنة في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي غيرها، وقناة الجزيرة ما في واحدة من الدول دي كلها، بل كادت توقد الفتنة في السودان هنا، وقناة الجزيرة دي قاعدة في قطر في الدوحة، عرفتها؟ عشان تعرف انه مسألة الكلام في الحاكم لو كان حاكمك او حاكم غيرك المفسدة هي المفسدة، لذلك ما يجوز ابدا لما تقدم من الأدلة. أما كونهم يستدلوا بقول أحمد ابن حنبل، نقول أولا قول أحمد ابن حنبل أو قول الإمام مالك أو قول الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهم من العلماء ما يعتبر دليلا مستقلا أبدا، ما في حاجة اسمها تقول لي الدليل قال أحمد ابن حنبل، ما في دليل قال أحمد ابن حنبل، أنت لسه ما فاهم الدين السلفي، المنهج السلفي أنت ما فاهمه، ما في دليل قال الإمام مالك، هذا مو دليل، أنت بتقول قال رسول الله وشرح الحديث مالك، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشرح الحديث أحمد بن حنبل. تقول قال رسول الله وشرح الحديث الشافعي، ده الفهم كده. تجيب القول الدليل قرآن أو حديث. أما بعد ذاك شرح القرآن أو الحديث تجيب شرحه للإمام مالك أو أحمد بن حنبل أو غيره من السلف. فأول حاجة كونه نقوله قال أحمد أو فعل أحمد ما هو دليل، بل قول ابن عباس ما هو دليل مستقل، وقول غيرهم أبي هريرة واحد من الصحابة ما هو دليل. أفهم ده ما دليل حتى يجي زول يستدل به. بعدين ولو كان دليلا، أفرض سلمنا جدلا إنه قول أحمد بن حنبل ده دليل، هل أحمد بن حنبل تكلم في حاكم باسمه عينا كده؟ ما تكلم في حاكم عينا، إنما سألوا سؤال، والكلام اللي جابوه ده هم ما جابوه مكتمل ذاته، سألوا سؤال. وهذا ما نقل الخلال في كتاب السنة، ده تلميذ أحمد بن حنبل، قالوا له يا إمام الحاكم فعل وفعل وقال بخلق القرآن، ده المأمون. قالوا ألا نخرج عليه؟ أصلا هم جايين يطالبوا بالخروج، فقال أحمد بن حنبل اصبروا، هو مصبر في ناس دارين الخروج، قال حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يذهب الحاكم أو يموت فيستريح البر أو يستراح من الفاجر، لكن ما تكلم عن حاكم بعينه أو باسمه. طيب